السلام عليكم البنات، بعد الصلاة والسلام على رسول الله، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وفي أحسن أحوالكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حين عمل وصفتنا لنهار اليوم، حطيت 125 غرام تاع الزبدة، يعني علبة 250 قسمتها على 2 عطتني 125. يعني وريت لكم كيفاش. ما إذا درتوا العلب تاع البلاستيك هذيك قسموها على 2. عندي زوج قطع تاع الجبن، يعني فرماج مثلثة فرماج العادي الأبيض. هاد الوصفة البنات زمان زمان كنت تعلمتها، كاين اللي مازالوا يعرفوها، كانت يعني واحد الوقت بزاف بزاف الناس تحبها، تفكرتها قلت نديرها لكم، علاش لا. مقاديرها بسيطة، رايحة نخلط الزبدة مع الفرماج حتى نحسهم فقط اندمجوا مع بعض. واللي ما تعرفش هاد الوصفة راح تجيها غريبة، نقول لك صدقيني هاد الوصفة بنينة 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 فوق ما تتخيلي. هنا كي خلطتهم رايحه نبدا نضيف في الفرينه بالعقل بالعقل حتى نتحصلوا على عجينه عاديه، عجينه الصابلي كيما مالفين، يعني نخدموا عجينه الصابلي. هنا مازال يخصها الفرينه، رايحه نضيف لها. الحين تقولوا لي ام رشيد كيفاش الذوق تاعها زبده وفرماج، ويعني ما فيهاش البيض ما فيهاش السكر، نقول لكم حتى لافاني ما فيهاش، وصدقوني من اروع والذ الوصفات. هنا خلاص كنت حصلت على عجينة طرية عادية كيما عجينة السابلي. هنا بسم الله حين نبداو نخدموها، ردوا بالكم تحكموا عليها قبل ما تجربوا هذه الوصفة، صدقوني من أروع الوصفات، إن شاء الله تجربوها وتخلوا لي رأيكم. هنا راح نفتحها يعني بهذه الطريقة، راني نوري لكم يعني الشكل. اللي عندها مول مثلث تقدر تطبع به، تفتحها كيما السابلي وتطبعها. انا ما عنديش، رايحه نقطعها كيما المخبز تاع زمان هكذا. تقدروا تقطعوها مقروطات كيف كيف، تعطيكم نفس النتيجه هكذا. ورايحه نبدا نقطعها قلت لكم كيما المخبز تاع زمان، ما تقطعوهاش كبيره بزاف، متوسطه الحجم. انا بهذا المقادير قطعت لي حوالي 22 حبه، يعني اذا درتو 250 غرام رايحه توصل لكم اكيد يعني حوالي 44 حتى 45 حبه هكذا. يعني هنا رايحه نحيها نتحفها برك، يعني شويه هكا. علاش نعطوها هذا الشكل المثلث؟ على خاطر حلوه تاع الفرماج، يعني من زمان هذا هو الشكل تاعها. نحطها في سنيوه، اكيد اني شاعله الفور على 180 درجة 10 دقائق قبل ما نبدأ يعني نحط الحلوى لداخل. انا هنا شوفوا كنت كملتها كامل، حطيتها في سنيوة، ندخلها الفور عادي كيما نطيبو اي قطو، تتحمر من تحتها وتزيد تتحمر من الفوق، خلوها يعني تاخذ تحميرها من الفوق ثاني. ورايحين نجوزو للتزيين. البنات اللي قالوا لي ديك خطره هذا قفريط، قفريط العادي اللي مالفين يعني ناكلو تاع الشوكولا، اختاروا اي نوع تفضلوه. البنات اللي قالوا لي المره اللي فاتت ما عندناش الميكسور فاش نرحوه، نقول لكم تقدروا تسكرفجوه بهذه الطريقه ولا ترحوه في الميكسور، يعني خذوا راحتكم هكا، يعني طريقه سهله. اذا كنتوا فقط في الصيف نقول لكم بلي ديروه يبرد في الفريجر، بصح دوكا كيما رانا هكا في الشتاء يعني لا داعي انكم تدخلوه يبرد، راه البرد عادي ربيوه بهذه الطريقه، ثمثم يذوب على بالكم هو خفيف. البنات ننصحكم تجربوا هذه الوصفه. حبيباتي هنا عندي عسل، عسل صنع منزلي. الكاطو تاعنا هو سخون والعسل بارد، العسل نذوبوه ونخلوه يبرد يعني باش ما يجيناش يابس بزاف. اذا حبيتوا ديروا يعني عسل صنع منزلي راح ان شاء الله نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. واذا حبيتوا ديروا شربات عاديه، ديروا كاس تاع السكر مع كاس يعني تاع الماء، يغلو 5 دقائق وطفوا عليهم، ديروا لهم عصره تاع قارص وخدموا بهم. هنا نحطهم في العسل قلت لكم، والكاطو سخون باش يتشرب لنا كميه تاع العسل، يجي متوازن في الحلاوه مع فيه الملح تاع الفرماج والحلاوه تاع العسل، يجي بزاف بنين. هنا نخلطوه مليح، يعني نرمدوه في هذاك الكفريط حتى يتلبس لي كامل من كامل النواحي. الوصفات هذو يعني انا نحاول نفكركم بهم، ويعني مشي دائما دائما نديروا قطو شباب، ويكون نحبوا حاجه سهله للقهوه هكا مع الحشيه برك نديروها للدراري ولا لينا كامل، يعني وصفه تجي بنينه 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 فوق ما تتخيلوا. ودائما كيما ما نقول لكم، كون ما تكونش وصفه بنينه عمري ولا راح نحطها لكم.
عندي هنا للتزيين شوكولا عادية، شوكولا بالحليب ذوبتها ورايحة نعمل لها خطوط، هذه يعني كإضافة برك، اللي ما عندهاش تقدر ما تديرش هكا يعني تزيين برك. وخلاص تكون وصفتنا واجدة، وصفة سهلة بنينة بزاف اقتصادية، وتقطع لكم كمية مليحة. إذا درتو 250 رايحة كيما قلت لكم توصلكم حتى 45 حبة. هنا حبيبتي وصفتنا كانت واجدة، كنت حطيتها فقط في الكيسات ودرت لها شوية تاع سوغيس كونفي هذاك يعني باش نكسر لها اللون برك، وريحة نقسم لكم باش تشوفوها. ننصحكم ونزيد نعاود لكم جربوها بزاف بنينة. رايحة نقسمها لكم تشوفوا كيفاش تجي لداخل، تجي هشيشة. وهذه عملتها للي قالوا لي ديرينا وصفات ما فيهاش البيض، اللي عندهم حساسية من البيض. ونقول لكم ان شاء الله لبيت لكم الطلب، لقيت بزاف بزاف تعليقات. شوفوا كيفاش تجي لداخل، تجي هشيشة تدوب في الفم. حبيباتي ملاقات الخير، جام ما تنساوهوليش. بارك الله فيكم على تعليقاتكم، الله يفرحكم يهنيكم ويسعدكم، والسلام عليكم ورحمة الله.